أستاذ صفوان، عندما يتحدث الغرب في هذا الاجتماع، اجتماع الناتو في الأخير، بأنه سيدعم أوكرانيا عسكريا بكل ما تحتاجه من السلاح، ولكن ثاني يوم مباشرة كان هناك طلبات أوكرانية لبعض أنواع التسليح، فكان رد وزير الدفاع البريطاني: نحن لسنا سوق أمازون من أجل أن تأتي ببعض المطالب وسوف نوفرها لك، نحن نوفر ما نستطيع أن نوفره. هل أوروبا قادرة على مثل هذا الطموح الأمريكي؟ الحقيقة أوروبا قادرة والولايات المتحدة قادرة، وما يقال عن استنزاف الغرب من قبل روسيا هو مجرد وهم، ولكن في شعور بالمسؤولية كبير عند الناتو والإدارة الأمريكية والتحالف الغربي لمساعدة أوكرانيا. يتمثل هذا الشعور بالمسؤولية بضبط إيقاع الحرب بما يتناسب الهوجنة الروسية، أو خليني أقول التصعيد الروسي غير المقبول، يعني التصعيد غير متناسب مع إمكانياته. لذلك حتى لا تنزلق روسيا بناء على هذه التصريحات الجوفاء إلى أعمال عسكرية، تضطر الغرب إلى أن يتدخل تدخل ممكن يوسع الحرب إلى حرب عالمية، أو يضطر الغرب لأنه يقوم بأعمال خليني أقول استباقية ضد الأسلحة التكتيكية الروسية. حتى ما يقوم بهيك أعمال، فعما يضبط توريد الأسلحة بما يتناسب والرعونة الروسية، وما عم طبعا هذا عم يزعج الأوكرانيين، لأنه عم يكون مكلف بشريا وعلى صعيد الجنود والبنية التحتية الأوكرانية. كل ما طال أمد الحرب عم تتعرض هذه البنية لمزيد من التهديم، لمزيد من التخريب، وعم يتعرض الجيش الأوكراني والشعب الأوكراني باعتبار أنه عنده تعبئة عامة، عم يتعرض لمزيد من الضحايا ومزيد من الاستنزاف، وبالتالي الخسارة الكبيرة على الجيش الأوكراني. ولكن أيضا عم يشعر الغرب أنه في مسؤولية بأنه ما نسمح للتصعيد بأكثر مما يصعد الروس. فعلى سبيل المثال صواريخ البعيد المدى، امبارح قررت فرنسا أنه ممكن نبعث صواريخ بعيدة المدى. الطيران عم يطالب أوكرانيا بحماية جيشها، حماية جوية لجيشها من أكثر من 7 أشهر، والغرب يتردد في مدة بالطيران. ليش؟ لأنه ما عنده رغبة أنه تتوسع الحرب. عم يعتقدوا أنه ممكن في لحظة ما تراجع القيادة الروسية نفسها وتشوف أنه هي كانت خاطئة في تقديرها، حيث أن الغرب موحد لمواجهتها، ما رح يسمح لها بأن تستولي على أوكرانيا. ممكن إذا هذا سريعا صار وضمن الخسائر الملموسة، ما تضطر روسيا لأنه تتصرف برعونة بأنه تضرب محطة نووية مثلا، أو أنه تضرب قنبلة تكتيكية، أو تقصف بشكل حتى بالأسلحة التقليدية، تدخل بما يسمى حرب دمار شامل على بعض المدن الكبرى مثل أوديسا. إذا هذا ما صار، فما رح يكون في زيادة توريد أسلحة لأوكرانيا، ورح يتم الاستنزاف البطيء اللي هلأ موجود نحن شايفينه. أما إذا روسيا أحاجة الغرب صعدت بهذا الاتجاه فممكن الغرب يصعد، وهذا التصعيد دائما مستمر. ووعد الاتحاد الأوروبي بضمان أمن أوكرانيا، بمعنى ما رح نسمح أيا كان تصعيد الروسي، ما رح نسمح أنه يكون في نقص بالإمدادات،
هو يكون سبب من أسباب سقوط الصمود الأوكراني. وبالتالي هذا كان هذا التعبير كان مزعج كتير لروسيا، كأنه وضع أمام حقائق جديدة، اكتشفت أنه تعويله على انفراط عقد الدعم الغربي لأوكرانيا هذا مستحيل. يعني على الأقل حاليا عندها دعم لعشر سنوات، خلال عشر سنوات حتى لو ما كانت ضمن الناتو لن يسمح بانكسارها نتيجة نقص إمدادات. هذا بيجعل عطى رسالة كتير قوية لروسيا بأنه هي أمام مفترق طرق، إما بدها تصعد التصعيد اللي غير قادر عليه، التصعيد التكتيكي النووي، الدخول بحرب شاملة، فتح جبهات جديدة، وإما مضطرة هي بناء على هذا الإصرار الغربي أنه تدخل بمفاوضات وتقول ممكن نوصل لحل وسط في هذه الأزمة، وساعتها الغرب مستعد أنه يضغط على الأوكرانيين ليقبلوا بحلول أقل من الحلول اللي بتمتد إلى تحرير كامل أرضها بما في ذلك القرن.